سؤال هنا احمد طلعت بيسالكم، بيقول لكم يا جماعه مصر هترجع زي الاول ولا لا؟ ورديتي عليه يا سلمى قلت له ايه؟ قلت له ان مصر هترجع احسن من الاول، عشان استحاله نرجع في الزمن اللي كنا عايشين فيه قبل كده. لان اللي كنا عايشين فيه قبل كده كان ايه؟ كان صعب، وكان استبداد بكرامه المواطن المصري، وده مش هيحصل تاني، مش هيتكرر تاني، عشان احنا كسرنا حاجز الخوف من اول 25 يناير، ودي حاجه من عند ربنا وحاجه هتفضل، وروح الثوره هتفضل عايشه فينا، وهنكمل ان شاء الله. طيب كملي لنا بقى، عندك ايه تعليقات؟ اوكي، عندنا مينا جمال بيقول يا ريت الدكتور هلا تعملي حلقات توعيه عشان الناس تعرف تختار المرشحين، عشان الناس البسيطه في مصر ما يتاخدوش في رجلينا في الشعارات الدينيه. محمد فتحي المفروض اللي يروح ينتخب ما يضحكش عليه ب 200 جنيه ولا بشويه حاجات ملهاش لازمه، ولا ينخدع في اي شعار، بل يختار الاصلاح ويفكر جيدا في الناخب اللي هيختاره. ليالي عثمان، كيف نختار الاصلاح وكل مرشحين من الفلول ولم يصدر قرار منعهم من الترشح؟ مشكلهم لا، سوى 70% منهم لحد الوقت يعني. محمد نور الدين كاتب يا دكتوره، واللي قتل خالد سعيد لم ما خدش جزائه لحد دلوقتي، واللي قتل سعيد بلال، واللي قتل مينا دانيال، كلهم لم يقدموا للمحاكم العسكريه. سبع سنين حرام عليكم، سبع سنين حرام علينا. يعني قتل الراجل، مش الحكم، مش الحكم يا دكتوره، هي بتقول الست ما اتحكمش عليه. لا، الحكم برضه سبع سنين، الراجل خد سبع سنين، ده تصحيح الاعتبار، وضربه عرضه الى موت، ودي اقصى عقوبه. يعني بغض النظر عجبهم الحكم ولا ما عجبهمش، هو اتحكم عليه. ما تكيفتش قتل عند مع سبق القاضي. انا حضرتك بس عشان الناس تبقى عارفه، القاضي بيحكم بما جاء اليه من مواد الاحاله. القاضي مش هيقول، مش هيسمع الناس. انا خايف من الورق اللي قدام القاضي ده. يعني احنا من يومين قريت كده كلام لمشاهدينا بيقول يعني في فرق يا سيدنا القاضي ما بين 30 سنه شفنا فيهم ايه و30 ورقه قدامك. فيعني مش دايما الورق، صحيح، مهما مش دايما الورق، ولكن هي المساله كلها، هي كانت بتتكلم في نقطه مهمه خالص. كويس، لازم نعرف اول حاجه عشان الناس كتير بتتكلم. لا، في حاجه كبيره جدا حصلت في تاريخ البشريه بالنسبه للحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي في 25 يناير، انه تم اقتلاع نظام استبدادي من جذوره بالفعل، ودي حاجة كبيرة جدا حصلت. وبالمناسبة لا دي حاجة سهلة، ولا كانت زي ما كانت الناس متخيلة انها كانت ممكن تتم، وكلنا قرينا وثائق وعارفين كتير جدا من القوى في العالم كانت تساند هذا النظام، واعتقد ان كان في وثيقة قريب لويكيليكس واضحة في هذا الشأن. فاللي حصل من 25 يناير لغاية 12 فبراير حدث كبير خالص، في حاجة كبيرة جدا 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 حصلت هتغير في مسار هذا الوطن. ده الجزء الأولاني. يعني الجزء الثاني، كيف نبني مصر النهضة؟ الموضوع ببساطة، ما كمان ما حدش يتصور ان احنا نغمض ونفتح وهتكون في مصر في عصر من النهضة فجأة كده. لازم يكون عندنا ناس تعلم ما هي النهضة، وتملك أدوات وسبل النهضة، وتعرف ما هي أسباب النهضة حتى يكون هناك نهضة. النهضة دي هتبدأ بيه خطوات، زي ما بنقول ان الإعلام عليه انه يبص على الحقيقة ويحط، لازم كمان حته كده يقول للناس ان الدنيا لازم تتغير. يعني في حاجه تتغير، امتى تبدا تتغير؟ بنقول احنا دايما ان الانتخابات وهذا السلوك اللي احنا بنختار بيه الاشخاص بتوعنا دي اول خطوه. بعد كده ان شاء الله لما الاستاذ الدكتور عمرو ينجح اداؤه في البرلمان، ده حاجه بتغير الناس برضو، عمرها ما هتتغير فجاه كده. يعني بدل ما الناس بتشوف مشهد كده موافقه، الناس لما تشوف برلمان في اداء مختلف. انا اقول لحضرتك ان البرلمان اللي بعده يبقى حاجه عظيمه. بمناسبه الاعلام الالكتروني اللي تحدث عنه عمرو، فاحمد بيقول عاوزين حلقه كامله عن اسماء فلول الوطني المرشحين، المرشحين نفسهم في الانتخابات بمجلس الشعب، علشان نعرفهم والناس تعرفهم وتعرف تاريخهم. مش الوطني، هو شال النون وحط بدلها ليه، وتعزلهم ما دام الحكومه مش عاوزه تعزلهم. والله العظيم ليك حق يعني. بس انا هقول لك بقى من غير حلقه كده، في صفحه اسمها امسك فلول على الفيسبوك، على فكره مجموعه مظبطينهم اخر ومثبتينهم وكل حاجه، مش مظبوط مثبتينهم دي. طيب هشام، هشام وسلمى ارجع لكم تاني. على فكره يا دكتور انا بعت له برضه نفس الكومنت وقلت له على صفحه امسك فلول على الفيسبوك. ايوه، عشان يبص عليه، ان هم بصراحه مش راحمين الناس، جايبين واحد واحد من الفلول. كويس، شغالين الله ينور يعني. في سمر السيد بتقول البلطجه كانت موجوده بوضوح في الانتخابات اللي فاتت، ازاي هنواجه المشكله دي في ظل الانفلات الامني، وليه في عدم جديه في حل المشكله دي؟ ايوه، من جانب الحكومه. وفي حمار، وعايز افهم
ايوه بيقول مستشفى ولا او انت فين يا حمار؟ سايب الحمير التانيين معانا وانت ما بتتكلمناش بقالك كتير. صديقنا العزيز ذكي جدا وفاهم كل حاجه وقايل كومنت لذيذ جدا وللي يفهمه يعني بعت للي يفهم بيقول مستشفى 57-357 كانت دعوه عامه تمويل شعبي. مدينه زويل العلميه دكتور احمد زويل تمويل شعبي. تطوير العشوائيات الفنان الجميل محمد صبحي دعا لتمويل شعبي. طيب ما فيش شرطه مدنيه ولا مجلس وزراء ولا حكومه نعمل ايه؟ تمويل شعبي برضو. وفي ايوه وفي احمد ابو الحجاج بيقول لحضرتك بيمسي على حضرتك وعلى الضيوف الجمال اللي مع حضرتك بيقول كلام موزون وممتاز يا اساتذه ويا رب يكون في حد بيسمع وبيفهم ويتعاون معاكم. في دينا ونص بتقول دينا وانا سوري هو ماشي هنفضل نقول احنا كلنا خالد سعيد كلنا سيد بلال كلنا مينا دانيال وفي الاخر شكلنا هنبقى كلنا لها. وفي احمد كريم بيقول الحمله الشعبيه لمؤيدي ادهم صبري رجل المستحيل ليكون رئيسا للجمهوريه هو ده اللي ينفعنا دلوقتي.